أسامة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومتشكرين على وجود على وجودنا معاكم في بلسم ونور دبي، كتر خيركم خالص. يا أهلا وسهلا دكتور أسامة. طبعا الحول عند الأطفال هي مشكلة ليست يعني نادرة، هي يعني بشكل عام نقول حسب الإحصائيات العالمية حوالي 4% تقريبا من الأطفال يعانون من هذه المشكلة. بالضبط، تقريبا يعني إن كانش أكتر كمان، يعني بحكم إن إحنا في المغرب هذا ريفيرال نشوف تقريبا في حدود 10%، يعني كل 100 طفل بيخش العياده بلاقي منهم 10 عندهم مشكله الحول. يعني طيب كيف احنا حابين نتكلم عنه النهارده؟ نعم. طيب كيف الاهل يعني الابوين يعني لازم ينتبهوا في البدايه منذ يعني المراحل العمريه الاولى اذا كان الطفل عنده هذه المشكله ام لا؟ والله احنا هم حاجتين، يعني احنا دايما بنقول يبقى في كشف دوري، يعني لان ساعات هم نفسهم ما بيبقوش مدركين ان في حول. بنقول الطفل من اول 6 شهور المفروض يكشف عند دكتور عيون الاطفال، يعني يكون متخصص في عيون الاطفال عشان يكتشفوا، لان ساعات الاهل اللي بيبقوا كتير جدا يتعودوا على شكل عينين ابنهم وهو عنده حول يقول لا انا مش شايف ان عنده حول، واكتشف ان في حول لما بيجي عند سنتين يقولوا ده كده طبيعي، يعني بس هو كل وقت عنده حول انهم من يوم ما اتولد وهما بيشوفوه كده فمتخيلين ده الطبيعي بتاعه فيكتشفوا انه عنده حول. او في بعض الاحيان طبعا بيبقى الحول ظاهر جدا فبيجيبوه، بس الكشف الدوري اللي هو من 6 شهور لسنه ده اساسي لازم حتى نقدر نكتشف وجود الحول. يعني طبعا لو غير كده بقى ان هم يلاحظوا ان هو بيقرب من التلفزيون، لو اكبر شويه بيقرب من التلفزيون بيقفل عينيه جامد، سكوينتنج سكويزنج بيقفل عينه ويغمض عينه ويفتح عين، يعني بيفتح عين ويقفل عين، شكل العين طبعا بيبقى خصوصا في الصور بيبقى باين جدا لو بنصوره بالموبايلات دلوقتي وفيها الفلاش، كل الحاجات دي بتبين ان في حول وتبين ان في مشكله في العين، ولازم ناخده للدكتور ونهتم بالموضوع ده جدا جدا جدا. يعني نعم، وفي حول طبعا حقيقي وفي حول ما يسمى بالحول الكاذب، يعني اللي بيكون فيه تباعد. نعم. زي شرق اسيا، اللي دول شرق اسيا اللي هم جماعه الصينيين او جماعه اللي هم المسافه بين العينتين كبيره شويه، الانف بتبقى نازله لتحت شويه العظمه، فالمسافه بين العينتين ضيقه فيبان ان عنده حول. احنا بنكتشف ده ونقدر نشخصه، كتير جدا الاهل يقولوا لي ان عنده حول بس احنا بنشخصه ان عنده حول كاذب او حول ظاهري. يعني نعم، وهم حتى يسالوني طب هيتعالج امتى، يعني شيء كده حتى كلمه حول بتلخبطهم، فانا بقول لهم هو شكله عنده حول، شكله عنده حول، بس مع الوقت ومع نمو الوش بيبتدي يختفي هذا الشكل الخارجي. نعم. لكن بنقدر نشخص الحول الحقيقي ونبتدي بقى علاجه طبعا بالطرق المختلفه. نعم. طبعا سنتكلم عن العلاج، لكن خلينا طبعا بالاسباب، وطبعا نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414 والرسائل النصيه القصيره على 4006، ونرحب ايضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لاذاعه نور دبي على الانستغرام لايف نور دبي راديو، مع اتصال الاخ ابو ندى. السلام عليكم اخي العزيز. سلام دكتور بسام. هلا يا مرحبا، كيف حالك؟ يطول عمرك. أهلا وسهلا. الحمد لله كله تمام. معك الدكتور أسامة، تفضل. السلام عليكم دكتور أسامة. عليكم السلام، ازيك ابو نصر، حالك؟ الله يخليك، تفضل. الله يخليك. اقول لك طال عمرك انا عندنا ناس في البيت، يعني يوم كانت البنيه صغيره عينها احول، يعني كان سنها قد ايه؟ ايه يعني العين واحده، يعني مثل يعني يسمونها اشلن. نعم. العمر كم؟ عمرها قد ايه؟ عمرها كده عمرها سنها قد ايه البنيه؟ ايه لكن في ناس سووا عمليه واعتدلت العين. نعم. كويس. طيب عمرها كم؟ عمرها تقريبا كان 6 سنوات. تمام. وهو عين يعني عينها صارت زينة بعد العملية، اتغيرت يعني العين صارت زينة. طب الحمد لله. طب ايه دلوقتي اسأل عن ايه دلوقتي يا وان؟ إيه تحت عمرك ايه اللي ضايقك او ايه المشكلة؟ لا هو الحمد لله. نعم. يعني عملت عملية هو طفل. نعم. هو طبعا احنا يعني هنا يعني يمكن هو اللي بيصيروا نقطة مهمة جدا، يعني احنا بنتكلم على الأطفال، وانا بتقابلني يعني يمكن رساله احب اوجهها ان هو يعني كتر خيره انه عمله عمليه، لان انا عندي مشكله ان الناس كتير جدا متخيله ان طالما العين موجوده في مكانها وشكلها كويس يبقى ما فيش مشكله. لا، العين لو محوله يبقى في مشكله، يعني مش مجرد ان العين في مكانها والشخص باصص عليا يبقى هي شغاله، لا، مجرد ان العين احولت يبقى معناته ان الصوره ما بتنزلش على العين دي كويس، يبقى العين دي هتبتدي تتحول لعين كسوله، يعني الشخص ده لما يكبر مش هيشوف بالعين ده. يعني من متطلبات الرؤية حاجتين أساسيين،
اي عين عشان نعرف نشوف بيها حاجتين اساسيين. اول حاجه ان العين تبقى سليمه، يعني القرنيه واجزاء العين كلها تبقى سليمه، اللي هم الاهل بيلاحظوا على العين اللي هي فيها حول او ما فيهاش حول. نعم. ثاني حاجه ان العينتين يبقوا مستقيمتين، يعني احنا الرؤيه بتشتمل حاجتين، اول حاجه ان العين نفسها كاجزاء تبقى سليمه، وتاني حاجه ان العينتين يبقوا مستقيمتين، يعني لو عين اتحرفت عن مكانها ففي الحاله دي بقى في عنده مشكله في الرؤيه، ويبقى المخ بيستخدم العين العدله وبيركن العين الثانيه. ده الايد اليمين والايد اليسار، احنا دايما بنحمل على الايد اليمين، ففي الاخر الايد اليسار هي سليمه عضويا بس هي ضعيفه من ناحيه الاداء، لان احنا دايما بنستخدم الايد اليمين. نفس الحكايه بالنسبه للقدم اليمنى والقدم اليسرى، هما الاثنين سلامه عضويا لكن دايما عندنا القدم اليمنى اقوى من اليسرى للاستخدام. نفس الحاجه دي هتحصل في العين لو في عين عدله وعين محوله. لو في عين عدله وعين فيها حول فالمخ هيستخدم العين المستقيمه ويترك العين اللي فيها الحول، فبالتالي لما يكبر نكتشف ان عندي عين قويه وعين ضعيفه. بالنسبه للايد والرجل احنا متعودين على كده، تربينا على كده ومتعودين عندنا ايد اقوى من ايد وعين ورجل اقوى من عين، بس بالنسبه للعين ده مش موجود. احنا متعودين او متربيين او تكوين جسمنا ان المفروض يبقى العينتين بنفس القوه عشان دول جهاز رؤيه لازم يشتغلوا الاثنين مع بعض، وبالتالي لو في عين مستقيمه وعين محوله وبقى عندي عين قويه وعين ضعيفه بقى في خلل في منظومه الرؤيه عند هذا الشخص، اللي هي هتمنعه من القياده، هتمنعه من الدراسه بشكل جيد، هتمنعه من ان هو يتعين في وظائف كويسه لما يكبر، هتبقى عائق حقيقي في حياته. ايديا اليمين اقوى من ايديا الشمال دي مش عائق في حياتي، رجلي اليمين اقوى من رجلي الشمال مش عائق في حياتي، لكن لو عندي عين اقوى من عين ده عائق هيأثر على حياه ابني طول عمره بقى. نعم. يعني يجي يقدم في كليه حربيه ما يعرفش يقدم، يجي يقدم في شرطه ما يعرفش يقدم، يجي يقدم حتى في الطب لو عنده عين اضعف من عين ما يعرفش يقدم، ما يعرفش يستخدم الميكروسكوب ولا الجراحات، يجي في القياده حتى ما بقاش عارف يطلع رخصه لان هيبقى عنده عين اقوى من عين، وده مش متعارف عليه او مش المفروض يبقى كده، لان ده بتبقى الرؤيه عنده اضعف. استخدام العينتين مع بعض بيدينا قوه في الرؤيه، غير زي الواحد لو غمض عين، اي حد دلوقتي بيسمعني ولو غمض عينه كده وشاف وبعدين فتح عين الثانيه وشاف هيلاقي الدنيا مختلفه تماما. فاللي عنده حول بيشوف بعين واحده، والعين الثانيه دي تعتبر مش موجوده، بقت حاسه بتشوف حاجه ثانيه، فبقت كسلانه ما بقتش بتشتغل بشكل جيد. هي مكانها وموجوده بس لا تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب. هو ده اللي احنا بنصر عليه دايما، ان العين لو احولت بقى في مشكله، بقى في مشكله كبيره جدا لازم نعالجها. طيب هناك ايضا رساله نلاحظ عند الرضيع بانه يتجه دائما باتجاه محدد وواحد تقريبا، هل هذا يؤثر او هل هذا يعني ان لديه حول؟ اللي هو الرضيع اللي هو الطفل في الشهور الاولانيه. نعم. لا الطفل في الشهور الاولانيه طبيعي بيبقى مركز في مكان واحد بس، بس مش معنى كده ان في حول خالص يعني، لكن بيبتدي يظهر من اول الست اشهر الاولانيين من عمر الطفل. نعم. بعد الست اشهر الاولانيين يعني لا اربع شهور. نعم. ثلاث شهور خمس شهور حتى ما بنقدرش نجزم ان في حول، لكن نبتدي نجزم ان في حول اول ما يعدي الست اشهر، واللي هو وقتها الطفل بقى مش هيكون مركز في حته واحده، هيبتدي يلعب معانا ويحرك وشه، عشان كده لان احنا جهاز الرؤيه بيكتمل نموه عند اربع شهور. فاحنا لغايه اربع شهور ما عندناش، بيجي لي ساعات طفل ثلاث شهور والاهل بيسالوني عنده حول، لا لهم لا استنوا شويه، لان احنا جهاز الرؤيه كله كبعد ثلاثي وكالوان وكحول بيكتمل من اربع لخمس شهور. فاحنا متى بنكشف يعني؟ لانه هناك سؤال. نعم كان هناك سؤال ايضا، متى نكشف الحول عند الاطفال؟ كيف نكشف الحول عند الاطفال؟ متى؟ في اي يعني في اي عمر؟ في اي شهر؟ نعم. من اول ست شهور، من اول العالم كله اتفق. نعم. من اول ست شهور ممكن يبقى في حول، طبعا ده ما يمنعش انه ممكن يكون موجود، يبتدي يظهر عن سنتين، يظهر عن ثلاث سنين، يظهر عن خمس سنين، مش كل الحول عن ست شهور، بس من اول ست شهور المفروض تكون العينتين مستقيمتين. اي خلل يبقى في مشكله كبيره، ليه ممكن تظهر من اول ست شهور وانت طالع بقى، ممكن تبقى اربع سنين، ممكن ثلاث سنين. نعم. مش شرط يعني. طيب الاهل يجي يقول لي ده هو الثلاث سنين اللي فات كان كويس فجاه ظهر عنده الحول. نعم. دي اسباب ثانيه مختلفه، لكن من اول ست شهور المفروض الطفل يكون يعني مستقيم. نعم. ايضا هناك رساله، السلام عليكم، هل صاحب حول العينين المتعاكستين يرى الصوره كما نراها؟ لا طبعا خالص خالص، يعني دي نقطه مهمه جدا. نعم. الشخص اللي عنده عينين اللي هو الطفل او مش بنتكلم على الكبير اللي هو بيشوف يعني معوجتين بيشوف بعين واحده. نعم. يعني هو مثلا حضرتك لما موجه نظره ناحيه حضرتك فعنده عين رايحه عليك وعين ثانيه بتشوف السبوره او بتشوف الحيطه مثلا او بتشوف حاجه ثانيه، فالمخ بيعمل ايه وقتها؟ بيلغي صوره من صورتين، ما قداموش حل ثاني. نعم. وبيشوف صورتين متناقضتين في نفس الوقت، يعني لو هو بص قدامه شايف مثلا عربيه قدامه وعين الثانيه ضربه في الزرع مثلا، فدلوقتي بقى عنده المخ بيجي له صورتين، بتجي له السياره اللي امامه
والزرع اللي العين الثانيه شايفاه ده هيجيل المخ. ده ما هو مش عارف يركز على اني واحده بدون يركز على السياره اللي قدامه ولا يركز على الزرع اللي العين الثانيه شايفاه. ففي الحاله دي المخ بيلغي الصوره دي، بيلغي الصوره من الصورتين اللي هي الصوره اللي جايه من الحواس. نعم. بالتالي الشخص بيشوف بعين واحده بس. نعم. ومع تكرار الالغاء ده هو ده اللي بيحصل كسل في العين. يعني لو هو عنده ست شهور وكل يوم عمال يشوف بعين ويلغي الثانيه، يشوف بعين ويلغي الثانيه، يشوف بعين ويلغي الثانيه، يبقى في الفترة في وقت من الأوقات بقى بيشوف بعين واحدة اللي هي اليمين والثانية دي بقت الصورة فيها ضعيفة. طيب. هم عملوا تجربة زمان خدوا عليها جائزة نوبل، جابوا قرود وعملوا لهم حول يعني قطعوا عضلة من العضلات وهم لسه موجودين وسابوهم بعد ثلاث شهور، وبعدين بعد ثلاث شهور ابتدوا يحللوا الخلايا اللي في المخ. فاكتشفوا إن الخلايا اللي في المخ المسؤولة عن العين المستقيمة بقت كبيرة وكويسة، والخلايا اللي في المخ المسؤولة عن العين المحولة بقت ضعيفة وصغيرة. يعني حتى الخلايا جهاز الرؤيه اللي هي بتاعه العين بتاع الحول بقت ضعيفه زي الايد ما بنتكلم عليها زي ما الرجل ما ديها خلايا ضعيفه خلايا ضعيفه. ومن هنا كان قبل ما يعملوا هذا البحث اللي هو بنتكلم احنا كان طفره طيب عملوه خد على فكره جائزه نوبل. نعم. كان صلاح الحول عن 6 سنين يعني كان يقول لك خبره لما يكبر ما فيش عامله وده بيجي لي كتير الاهل يقول لك طب لما يكبر لما عضلاته تبقى انشف لما كان بيصلحوه عن 6 سنين ما كانش النظر بيتحسن. نعم. قعدوا فشيره ليه بيصلح له الحول ونظره تتحسنش. فالتجربة دي اثبتت ان انت لما شفت الفتره دي بقت في عين كويسه وعين ضعيفه، فحتى لو صلحتها عن 6 سنين مش هتعرف ترجع اللي احنا خسرناه طول الفتره. طيب معنا اتصال من الاخ احمد. الو السلام عليكم اخي العزيز. عليك السلام دكتور، تحية لك وضيف الكريم. اهلا وسهلا فيك، تفضل. الله يخليك دكتور. عندي استفسار، انا عندي المدام كان حصل لها حادثه في عين اليمين وعمرها تقريبا 7 سنين أو 8 سنين. فهم كانوا اطفال صغيرين بيلعبوا، المهم حصل ثقب في الشبكيه على ما اعتقد في هذيك اللحظه، فعمل لها عمليه وركبوا لها عدسه وبتشوف بيها طبعا اليمين اقوى اضعف من الشمال، الشمال بتشوف كويس ما فيها شيء، اليمين ركبوا لها عدسه والان هي بتستخدم نظارات والنظاره كبيره خالص يعني فهمت كيف اللي هو العدسه اللي في الشمال كبيره وفي اليمين في الاقصد في اليمين كبيره وفي الشمال ما فيها شيء. نعم. الان عمرها 22 سنه تقريبا، مشينا للدكتور 23 سنه مشينا للدكتور عيون وعملت فحص مؤخرا والدكتور قال لي العدسه هذه اكبر من يعني من المفروض تكون موجوده في العين، يعني العدسه هذه كبيره على العين. نعم 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 نعم. فممكن الحاجه بتعمل لها بتعمل لها ساعات صداع يعني وممكن نعم. تاثر. فانا سؤالي هل الحاجه دي ممكن تاثر على العين السليمه؟ نعم منجاوب طبعا على هذا السؤال. نعم منجاوب على هذا السؤال اخي احمد بعد الفاصل. ومعي ايضا شكرا لاتصالك، معي ايضا الاخ عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا تفضل دكتور. بالنسبه للمصاب بمتلازمه دوين داون. نعم. لا دوين اللي هي غياب العصب الخامس. نعم. في احدى العينين. نعم. العصب السادس عفوا. هل هناك تحديات قد يواجهها أو مصاعب في حياته العملية المهنية الشخص المصاب بمتلازمة دوين؟ طيب شكرا لاتصالك أخي أيضا عمر. بعد الفاصل بنجاوب طبعا على كافة الاستفسارات اللي وردت. أعزائي المستمعين فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم دكتور أسامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كان قبل الفاصل معي الأخ أحمد طبعا ذكر السؤال بالنسبة لزوجته طبعا المعلومات عندك. نعم طبعا ربنا يديله العافية والصحة. هو بالنسبة للإجابة على السؤال هو طبعا زي ما الدكتور قال له القوة بتاعت العدسة اللي زرعوها مش مناسبة لها ومحتاجة يغيروا العدسة دي ويحطوا لها عدسة ثانية. لكن هو كان سؤاله هل ده بيأثر على العين الثانية؟ لا ما بيأثرش على العين الثانية خالص. يعني من رحمة ربنا بينا إن أيا كان لو في مشكله في الرؤيه في عين فما بيتاثرش تحملنا على العين الثانيه ما بيأثرش على العين الثانيه اطلاقا خالص. نعم. يعني ما بيتاثرش مع الوقت او بيجدها مش زي الايد او الرجل. يعني لو في ايد مش شغاله وبحمل الثانيه هيكون ضعفت شويه او الرجل ضعفت شويه. لو في عندي بس ثواني اكد على حاجه مهمه. نعم اتفضل. عشان التوعيه يعني اسمح لحضرتك انا عايز اوضح حاجه مهمه جدا في شغلي خلال 25 سنة من شغلي مع عضلات العين. العين جزء قوي جدا 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 في الجسم مفيش زيه. يعني انا عندي الطفل اللي بيخش يكشف عندي 6 شهور واحنا اتكلمنا عنه عينيه فوق وتحت ويمين وشمال زي اللي عنده 80 سنة. يعني الطفل اللي عمره 6 شهور بيحرك عينيه يعني قوة عضلات عينيه بتتحرك زي اللي عنده 60 و40 و30 سنة مفيش اختلاف على الرغم ان هو لسه بيبي كل جسمه لم يتكون بعد
الا عضلات العين وصلت لهذه القوه اللي زي الكبير. عند الطفل اللي عمره 6 سنين بقى 6 شهور بيشوف قوه ابصاره 6 على 6 زي اللي عنده 60 سنه. يعني اذا بيحرك عينيه زي الكبير، بيشوف زي الكبير في الوقت اللي هو لسه بيبي. لا يمكن هنتكلم على اي حاجه في جسمه نقارنها بالكبير. اذا احنا بنتكلم على جهاز قوي جدا عندنا انا وحضرتك، احنا طول اليوم ممكن نقعد ونشتغل لما نتعب جدا جدا جدا، بس مش هنيجي في لحظه ما نقدرش نرفع عينينا فوق ولا تحت عشان تعبنا. لكن ممكن ما نقومش مع السرير عشان تعبانين، لكن لو قلت لك حرك عينيك فوق وتحت وتحرك بمنتهى القوه بنوصل 80 سنه و90 سنه بنقدر نحرك عينينا فوق وتحت بمنتهى القوه. ما عندناش حاجه اسمها ان احنا ما قلناش قادرين نحرك عينينا عشان احنا تعبنا، وما عندناش حاجه ان احنا عشان كبرنا ما عدناش قادرين نشوف الا اذا حصل مرض الله لا قدر. لكن ممكن اوصل 80 سنه وتبقى قوه بصري 6 على 6 في الوقت اللي كل جسمي تقريبا بقى ضعيف بحكم السن الا الرؤيه ما زالت 6 على 6. انا بقول لك الكلام ده كله عايز اقول ان هذا العين قويه جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى، تميز بمميزات خاصه جدا لا اهميه كبيره جدا في جسمنا، وهذه القوه مش بتيجي من فراغ، بتيجي من الايام الاولى من عمر الطفل. الايام الاولى عشان كده لو انا ما اهتمتش بعين طفلي بعين ابني الشهور الاولانيه كل القوه اللي انا بتكلم عليها دي بتتلاشى. نعم. عشان كده لو الطفل عنده حول، لو الطفل عنده ضعف نظر، لو الطفل عنده التهاب في الجسم، لو الطفل عنده ميه بيضاء، ما انا قلت ايه استنى لما يكبر شويه انا خلاص فقدت كل هذه القوه، لا هيبقى نظره زي العادي ولا مش عارف اصلح. طيب. هذه القوه منشاها الست شهور الاولانيين من عمر الطفل. الست شهور الاولانيين من عمر الطفل مش عايز اقول لحضرتك احنا بنسمي الشهرين الاولانيين بنسميهم كريتيكال بيريود، يعني الفتره الحرجه. نعم. اي خلل في منظومه الرؤيه الطفل في الشهرين الاولانيين ينتج يعني عنهم خلل بقيه حياته كله. الرغم في الوقت لو في اي جزء في جسمه تقدر تعوضه الا العين. فاذا احنا من خلال التوعيه بتاع حضرتكم من خلال برنامج بلسه من خلال موضوع اي احنا بنقول التوعيه اساس المعرفه، التوعيه ان انا بقول ان ابني في الست شهور الاولانيين السنه الاولانيه اي تقصير في عينيه مش عارف اصلحه لك بعد كده. نعم. وحافظ هذه القوه اللي انا عمال اتكلم عليها ان هي بتتحرك بقوه وانه بيشوف كويس، كل هذه المميزات كلها هتتلاشى ومش عارف ارجعها تاني. نعم. وهون طبعا بنحب نذكر نعم جدا بين ابنك. نعم. لا بيجي لي كتير اباط وما يقول ايه طب استنى لما يكبر، انا مقدر شعورهم مقدر خوفهم على ابنهم، بس هم بيزوروه هنا مش بيفيدوه ومتخيلين ان هذه الشهور ايه يعني شهرين ثلاثه في عمر الطفل زي بيت الجسم. لا مش كده، لان لا تتحمل والله ايام او اسابيع من الخلل فيها. فعشان كده زي ما بقول لحضرتك لو انا عندي عين زي الاخ احمد. نعم. استاذ عمر اخ عمر احمد الثانيه ما بتضعفش احمد اسف. نعم. ما بتضعفش العين الثانيه، العين الثانيه بتشتغل بدماغ قويه وما تتاثرش ولا تنهج ولا تنهج ولا اي حاجه خالص خالص. نعم. ما بيحصلش لا في الايد ولا في الرجل او في اي جزئين. طيب. بالنسبه للمترجم الدوين الاخ عمر. نعم. العين الاخ عمر كان بيقول ان العين ما بتتحرك عنده بلازما، الشخص عنده بلازما الدوين بتاثر على حياته. لا الحمد لله ما تاثرش على حياته، لان هو عاده في جزء من الحركه العين ما بتتحركهاش، يعني يمين او شمال او نعم في فقد جزء من الحركه، بس بيبتدي الشخص نفسه برضه من قوه العين يحط عينيه في الحته اللي فيها الحركه كويسه. نعم. فيتحل المشكله دي من يوم ما اتولد، لان دي مشكله من يوم ما اتولد، والجسم يبتدي يكيف نفسه ويركب نفسه على العين، فيبقى الشخص دايما حاطط عينيه في الحته الكويسه. والشخص ده لما نجي نقيس له نظره بنلاقي نظره 6 على 6، بنلاقي البعد الثلاثي عنده كويس، بنلاقي كل حياته كويسه جدا، مفيش اي اعاقه خالص، غير طبعا بالاتجاهات الشكل بس، الشكل بشكل غريب شويه لما يبص في اتجاهات معينه، وهو عاده بيتلاشى هذه الاتجاهات تلقائيا عشان يعرف ان الاتجاهات دي بتعمل له خلل قصاد الناس يعني. فمن ناحيه التاثير على حياته لا انا شفت ناس كتير جدا عندهم دوين يخش عليا العياده وهو كبير، انا حتى ما بعرفش ان عنده دوين او عنده مشكله في العين الا بعد ما تبدا الحصر بدقه يعني، وكلهم الحمد لله نظام 6 على 6 قوه التعلق كويسه جدا، حياتهم ممتازه جدا ما فيش اي مشاكل. نعم. من الاسئله ما هي اسباب الحول عند الاطفال، وهل الوقوع على الراس يسبب الحول بسرعه؟ طبعا لان الوقت انتهى. اسباب الحول معظمها خلقيه يعني خلقيه. نعم. 90% من الاطفال مرض بيه عند حول. الحاجات الثانيه اللي هو بقى الله الاقدر يحصل حادثه او سخونيه، الوقعه 90% ما بتعملش حاجه، 90% كل الاطفال بيقعوا يعني ربنا حاميهم الحمد لله، لكن انا منعش ان السقطات الجامده ممكن طبعا تعمل حاجه. نعم. السقطات العاديه اللي هي من على السرير والحاجات دي بقى. طيب الموضوع طبعا لم ينتهي، ونذكر بأن مستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية يقدم خدمة الاستشارة المجانية في مجال فقط الحول عند الأطفال. كلام سليم دكتور؟ كلام سليم. الحول مؤثر جدا، حاجة يعني احنا دايما
الحاجه اللي هي ممكن نتلاشيها ونقدر نعالجها ونتمسك بيها. فاحنا كل مشاكل اللي احنا ذكرناها ان العين تبقى ضعيفه او ضعيف نتيجه سوء الحول احنا نقدر نعالجها لو عالجنا الحول، فطالما نقدر نتجنبها ونقدر نتلاشاها فاحنا بنشجع جدا اي طفل او اي حد او اي اب او ام يكتشف ان ابنه عنده حول او حد شخصه حول وحب ياخد سكند زي ياخد راي تاني من عندنا عشان برضه ناكد لو محتاج عمليه اي جنه عشان احنا عايزين نعالج ونخليه في يوم من الايام يبقى شخص سوي في حياته قوي في حياته يقدر يقضي اي مهنه يقدر يتعامل مع الناس اي كونتاكت يعني تبقى حياته سليمه. وده هدف بلسم وهدف نور دبي وهدفنا معاكم اكيد يعني نعم نبقى اجيال قويه نظرها قوي ادائها قوي ما يبقاش في خلل في المنظومه الصحيه اللي هي بتنعكس بعد كده على الدوله من احسن والتطور يعني. دائما طبعا الهدف الأساسي هو التوعية وأيضا الفحص الباكر والتشخيص الباكر لأي مشكلة مرضية حتى يتم التدخل في وقت يعني باكر ولتفادي نعم الشهور الأولانية يعني خلي بالك دي بقى ايه الشهور الأولانية الشهور الأولانية مهمة مهمة جدا 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 بالنسبة للعين. نعم كل الشكر للدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري أمراض العيون ورئيس وحدة عيون الأطفال والحول في مستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية. دكتور أسامة شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا جزيلا بلسان نور دبي وألف شكر على وجودك معكم.